أهلا بكم. الثعابين من الحيوانات القديمة اللي عاشت من ملايين السنين، عاشت مع الديناصورات وما انقرضت. الثعابين موجودة ما انقرضت، في بعض الأنواع منها انقرضت لكن أنواع كثيرة منها ما زالت موجودة. طبعا الناس معظمهم بيقولوا ليش ما انقرضت وليش فضلت موجودة؟ حكمة ربنا إنها تفضل موجودة وما تنقرض زي الديناصورات. لقوا حفريات كثيرة جدا في أماكن مختلفة في العالم، لكن أقدم حفرية لقوها للثعابين في اسكتلندا قدر عمرها ب 340 مليون سنة. طبعا العدد هذا 300 340 ما في إشكالية لو زاد لو نقص، المهم نعرف إنه كانت موجودة من ملايين السنين. الحفريات اللي لقوها بتعطينا فكرة عن الثعابين اللي كانت موجودة، أشكالها، أحجامها، تركيبتها. طبعا قريبة جدا للثعابين اللي موجودة الآن. الثعابين القديمة في بعض الأنواع منها كان عندها أطراف خارجية أو أرجل. اللي بيأكد الحكاية هذه حاجة اسمها المهاميز. المهاميز نتوءات عظمية موجودة بالقرب من بداية الديل. المهاميز هذه نتوءات درسوها العلماء وقالوا إنه هذه أرجل اتحورت مع الزمن. وطبعا في سحالي كثيرة جدا الأطراف اللي عندها بدأت تتحور بشكل كبير جدا، وما صارت تستخدم أطرافها، صارت تسحف زي الثعابين بالضبط. الثعابين ما انقرضت، ليش ما انقرضت؟ في مسببات كثيرة جدا خلت الثعابين تستمر على وجه الأرض. الثعابين من الحيوانات اللي بتعيش في جحور. الجحور هذه يمكن سوت لها نوع من الحماية غير الديناصورات. الديناصورات كانت عايشة برا، فبالتالي التغيرات اللي حصلت سببت انقراضها، لكن الثعابين لأنها حيوانات جحور فممكن الجحور هذه سوت لها نوع من الحماية. في سبب ثاني اللي هو انه الثعابين ما تاكل بصفة مستمرة او صفة يومية. الثعبان ممكن ياكل مرة، بعد شهر شهرين ثلاثة، ممكن سنة ما ياكل. في انواع من الثعابين تعيش لغاية سنتين من غير ما تاكل. الحكاية هذه برضو ممكن تكون سبب انها فضلت موجودة لانه عندها قدرة على تحمل الجوع. من الاسباب اللي شايفها انه الثعابين كانت متنوعة بشكل كبير جدا. الآن اللي موجود في عالمنا 3000 نوع. 3000 نوع هذه يمكن زمان كانت أكثر، كان في أشكال أكثر، لكن التنوع هذا خلى الثعابين تفضل موجودة لأنه ما هي كلها حجم واحد، ما هي كلها شكل واحد، بتختلف في أحجامها في أشكالها، فبالتالي ممكن الحكاية هذه ساعدت إنها ما تنقرض. من الأشياء المهمة في عدم انقراض الثعابين اللي هي تنوع البيئة. الثعابين المميز فيها إنها بتعيش في كل البيئات، البيئات الشجرية، البيئات الجبلية، البيئات المائية، البيئات الرملية أو الصحراوية. الحكاية هذه برضو أعتقد كان لها تأثير، وتأثير كبير جدا في بقاء الثعابين. سبب أخير اللي هو كثرة إنتاج البيض في الثعابين. في أنواع من الثعابين بتبيض لغاية 100 بيضة. الحكاية هذه مهمة جدا لأنه الحيوانات اللي كان عليها خطورة بتحاول تعوض الخطورة هذه بكثرة إنتاج البيض، زي السمك بالضبط. السمك البيض عنده كثير جدا. الثعابين نفس الحكاية. أعتقد أن الحكايات هذه كلها هي من الأسباب اللي ما خلت الثعابين تنقرض وخلتها ما زالت موجودة إلى يومنا الحالي. طبعا اختلفت زي ما قلت أشكالها، أنواعها، ألوانها، في أشياء كثيرة جدا اختلفت لأنه البيئة اللي كانت موجودة غير البيئة الآن. كل شيء أصبح في نوع من التغيير والتكيف مع البيئات الجديدة.
الثعابين من ذوات الدم البارد. إيش يعني الدم البارد؟ الدم البارد الإنسان درجة الحرارة عنده ثابتة 37 درجة، ما تتغير مهما اختلفت الظروف الخارجية أو درجة الحرارة الخارجية. الثعابين بتتكيف حسب الجو اللي هي فيه، لو كان حار جسمها بيسخن، لو كان بارد جسمها بيبرد، عشان كده سموها ذوات الدم البارد. أعمار الثعابين بتختلف، وتكلمنا في الحكاية هذه قلنا إنه الأصلات أو الثعابين الكبيرة أو الضخمة بتعمر لأكثر من 20 سنة، في أنواع بتعيش لعدة سنوات فقط. هذه أشياء مهمة أو أساسية لازم نعرفها عن الثعابين. سرعة الثعابين برضو يمكن كانت سبب من الأسباب اللي خلتها ما تنقرض، لأنه الثعابين ما هي سريعة في المكان المفتوح، لكن لما يكون في أماكن قريبة من بعض بنشوف الثعبان سريع جدا. اللي يهمنا في الحكاية هذه نعرف أنه الثعابين كانت موجودة من ملايين السنين، شكلها أتغير، في أنواع منها انقرضت، في أنواع ما زالت مستمرة. دائما في البيئة في تكيف، في تحول، في تحور لملائمة الحياة. الثعابين اللي في البحر هي الثعابين الأرضية، لكن فضلت تعيش في البيئة البحرية، فبالتالي جسمها بدأ يتكيف على البيئة الجديدة. في أنواع منها صار جسمها أعرض عشان لما تسبح تكون مكيفة إنها تسبح، وجسمها يساعد في عملية السباحة. في ثعابين صار عندها في نهاية الذيل حاجة زي المجدف عشان برضو سهولة الحركة في الماء وسرعة الحركة في الماء. هذه بعض المعلومات الأساسية في الثعابين. أتمنى إنه نوقف عند كل حاجة، ثعابين غير الثعابين، نشوف متى بدأت وليش بدأت وكيف بدأت وكيف عاشت، على الأقل ناخذ لو خبرة أو معلومات بسيطة جدا تفيدنا توسع مداركنا. أي حاجة لها عمر لها تاريخ، زي الشجرة اللي أنا عليها الآن، شجرة قديمة جدا لها عمر ولها تاريخ وعاصرت أجيال كثير جدا، فلازم نهتم بالأشياء هذه ونهتم بالبيئة، لأنه البيئة جزء من حياتنا ما نقدر نستغني عنه. وأتمنى أن ربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين وشرور كل حاجة مؤذية. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.